هيو سام هون رسول حرية اسمع رسول حرية محصن بعقل وقلم وثقة وعلم مدون ممثل وكاتب بكتب اللي بحسه برسم اللي بشوفه حتى لو انه صعب واعد اخريجه وبنشوره الكو قوة اجتمعت فكرت خططت طلعت قاومت كملت قررت انه ظلوم انسان مانع علم حرية رافع ولو تمر سنين دافع نافع بارع بايع ايا خادع واقع ضايع مايع راكع مايع رفش انه طفش طفش وهي انكشف وانا اللي كنت اظن انه بتنكش الشايف يا عم فهمني بكل همة بنكمل مهمة احنا ايد وحدة متعاونين لنوصل قمة العدل والحرية والديمقراطية بيننا وتصلح مجتمعنا وتوعية الاجيال اللي بعدنا عفك عنا احنا رسل حرية واقفين مع بعضنا باسم حرية الدافع عنك نضمن حقك حرية عن طريق توصيل رسالة عفك عنا احنا رسل حرية واقفين مع بعضنا باسم حرية الدافع عنك نضمن حقك حرية عن طريق توصيل رسالة حقيقة واضحة قدامك بس انت مغمي عينك بشاشة سودا مش مقنع حالك وغيرك زي لعبة بطريتها الخوف مصدره من شبح وهمي معروف بانه خياط لتمام اذا انفتحت بانه قلع العيون اذا شافت اي حقيقة مبينة او مخفية هينة زلمة قلمة غلبة فضحه ضربه شطبه قلبه غنمة فضل اقولك انه ما تخافش خليهم يقلوا ويمعوا بفكروا انهم بخوفوا ما حدا مات وقفش كمل ما تخبط ما تكتم دمك بس اكتب بلغتك اللي بنفسك عن نفسك نابش بتلاقي بيحش بيعبي بالكرش وما بفرقش عنده فا تسمعش من نوا اذا مش عجبه لي يخش بما بما يطلع ايه عفك عنا احنا رسل حرية واقفين مع بعضنا باسم حرية الدافع عنك نضمن حقك حرية عن طريق توصيل رسالة عفك عنا احنا رسل حرية واقفين مع بعضنا باسم حرية الدافع عنك نضمن حقك حرية عن طريق توصيل رسالة عشانك داري مفكر حالك داري وانت مش داري باري راسك بقلم رصاص مفضوع مهري من كتابة الحكي الفارط اللي بتغير زي الماضى وبيضلوا ماضي زي الزئبق بمشي من تحت لا فوق مستحيل يدبق لانه ما حدش بدقق غابة عايشين فيها وانا بتصنف عنصر مغير فهادي وظيفتي ملازم وقف اسكف اتابع فيلم نص المجتمع مخرجه والباقي بيخرجوا اف يا عمي استحوا لا ما تلا مبالا ما في ارادة بلادي كل واحد بوادي مسكر طريقه عغيره عادة يساعد بيخاف على العد اللي تحت الحزام عايش شفاف انهزامي عمله كش الدبان حاطط حاله مادة عازل اسمها الهروب من الواقع كل يوم بيجددها عفك عنا احنا رسل حرية واقفين مع بعضنا باسم حرية الدافع عنك نضمن حقك حرية